الأولى الأخيرة تفجرت قضية تاع معبر القرقارات، أشنو هو الموقف ديالكم منها؟ أولا موقفنا كمواطنين هذا الأمر مرفوض، وحنا من هذا المنبر كاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل نستنكر هذا العمل اللي كيقوموا به هاد الانفصاليين او هذا البوليزاريو. هذا سلوك يعني فيه مس بالوحده الوطنيه، مس بالاراده البلاد ديالنا، ونحن نؤكد هذه المساله مسيره ديال سنوات يعني، ونحن نؤكد على ان هذا الامر لابد مش ننتهيوا منه، لانه امر خطير بالنسبه يعني لحقوق المواطنين. كيف ما انتم متبعين السي احمد، كاينين مواطنين اللي محبوسين في الحدود، مواطنين مغاربه في الحدود الموريتانيه، ومواطنين مغاربه محبوسين في الحدود المغربيه. اذا هذا شيء غير مقبول، يعني هذا السلوك لا اخلاقي ولا قانوني اللي كيمارسوه بعض الانفصاليين بحجه الاحتجاج او كذا، هذا سلوك متجاوز. وانا اؤكد هذه المساله ان خص تحرك الحكومه المغربيه والاحزاب السياسيه والنقابات في هذا الشان للدفع يعني بالمقترح المغربي اللي هو غادي في اطار السلم. فان جنحوا للسلمي نجنح لها، ولا بغاو شي حاجه اخرى حنا موجودين، حنا مستعدين اننا ندافع على بلادنا بكل الوسائل. وانا اتتبع يعني عن كتب وباتصالات هاتفيه مع اخوان ديالنا اللي هما سائقين مهنيين في قطاع نقل البضائع اللي هما باقيين محبوسين في الحدود الموريتانيه، يؤكدون على ان الظروف صعبه، الظروف اللي كيعيشوها فيها ظروف قاسيه، ومازالوا يعانون وكيطالبوا من القنصل المغربي في موريتانيا باش يتدخل. وراه كاين اتصالات ما بين السائقين المهنيين اخوان ديالنا السائقين المهنيين في قطاع نقل البضائع ولا القنصليه المغربيه، ولكن بغينا الحلول، لان الحلول عند الحكومه وعند وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وعند المسؤولين في الدولة المغربية، لأنهم خصهم يلقاو حلول الإخوان ديالنا اللي هما باقين يعني باقين محبوسين في دولة موريتانيا.